خدي سعدبو سيدة أعمال موريتانية، بنك الاتحاد الجزائري بالنسبة إليها خيار سهل لها عقد شراكات هامة مع رجال أعمال جزائريين في مجالات شتى. فالخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك لها ولغيرها من الزبائن أسهمت وبشكل كبير في كسب ثقتهم. جاتني ليدي نعدل دي سوسيتي لا بروموسيون دي برودوي الجيريان. J'ai choisi en particulier des produits alimentaires ou matériel de construction. هذو التسهيلات اللي عملت لنا البنك عدت لنا عطاتنا الدفع باش نقوي نوتر بروجي ونطوروه مع بليزير ايزين ان الجيري. البنك الجزائري عنده معاملات على لي نورمز انترناسيونال، يتعامل بالمعايير الدوليه. المنتوجات الجزائريه من احسن المنتوجات الموجوده في السوق هنا الحمد لله، والمعاملات مع التجار الجزائريين ايضا معاملات وفيه، معاملات حسنه الحمد لله. يعني توت ا شانجي، ميم حنايا التخمام تاعنا يعني تبدل بارابور فوني algériens, ils sont plus en tranquillité parce que c'est une banque algérienne. Ou les projets tawana tma bdaw ykbrou. في اقل من سنه بنك الاتحاد الجزائري استطاع وبفضل استراتيجيته المتكامله واهدافه المسطره بدقه ان يفرض وجوده في السوق الموريتانيه وينتقل لمرحله توسيع النشاط واطلاق المزيد من الخدمات البنكيه. في فبراير 2024 البنك فتحت فرع آخر، فرع ثاني في نواديبو، والآن رانا في طور فتح فرع ثالث في زويرات من لا فان دو لاني إن شاء الله. كاع العمليات البنكية تقوم بها بنك الاتحاد الجزائري، من التحويلات الانترناسيونال، من الخدمات الإلكترونية. احنا فتحنا نفيذات تمويل إسلامي. بنك الاتحاد الجزائري استطاع في فترة وجيزة من كسب ثقة زبائن موريتانيين، زبائن أيضا جزائريين، وذلك بفضل العمليات التي يقترحها البنك. نلاحظ في الفترة الممتدة من السداس الأول من السنة الجارية تسارع في التحويلات المالية من وإلى الجزائر، وكذلك في فتح الحسابات في الودائع. إنشاء بنك الاتحاد الجزائري في موريتانيا خطوة ذات أهمية قصوى للجزائر التي تسعى من خلالها لولوج أسواق موريتانيا وأسواق باقي الدول الإفريقية.